ايه الحاجات اللي ممكن نعملها بدون تكلفة نحافظ بيها على بشرتنا؟ اول حاجة نشرب كمية كافية من المية. تاني حاجة نقلل تعرضنا للشمس، او لو هنتعرض للشمس لفترة طويلة نستخدم واقي شمس اقل معامل حماية فيه 30. تالت حاجة نقلل السكريات ونقلل الملح والكافيين. نشرب مية كتير، نزود الفاكهة والخضروات في اكلنا، ونمارس الرياضة. بالطريقة دي هنحافظ على بشرتنا بدون اي تكلفة.